وبعدين يابا مفيش مصلحه كده نعملوها دي على ايدك يا يوسف. الواحد عايز فلوس، واحد كده يابا عايز يعمل مصلحه تعديه من الفقر. مصلحتي دي بس اللي هتعديك من الفقر، ده انت كده عايز نصبايا مش مصلحه. دي على ايدك يابا، نروح على فين؟ نسرقوا البنك المركزي. ربيت دماغك، انت جبت الفكره دي منين؟ عيب عليك، ده لسه شباب. طب يلا بينا. طيب يابا يا حماده. ايه ده؟ ايه ده حبيبي، مالك مستعجل كده ليه؟ عايز امسك فلوس يابا واتغنى يابا، وامسك دولارات واقعد ارميها في البسين. مفيش حد بيرمي الدولارات في البسين غير محمد رمضان. المهم بس خلينا في اللي احنا فيه. طب وبعدين يابا هنبقى على البنك ده ازاي؟ هنعمل خط وهنمشي عليه. انت بتهزر يابا، ده وقت هزار. بقول لك مصلحه وفلوس ودولارات وبسين وشغله كبيره. لا هو بجد فعلا احنا هنعمل خط وهنمشي عليه. الخط وهنمشي عليه ده اللي هو ازاي يعني يابا؟ ما تفهمني يابا، مش فاهم حاجه. انا هنعمل خطه وهنمشي عليها بالحرف. اه ما تقول كده يابا من بدري يابا. طبيعي، عملت خطه ولا لسه هتعملها؟ الخطه معموله وجاهزه وكل حاجه، بس في مشكله. مشكله ايه دي بس يابا؟ في ايه؟ محتاجين تمويل. محتاجين تمويل؟ يعني محتاجين تمويل بكام يعني يابا؟ 13. 13 ايه؟ جنيه؟ خد امسك. يا غبي، 13 مليون اخضر. ايه؟ هنسال البنك الفدرالي الامريكي يا ابني؟ ده البنك المركزي يا ابني. ده الله يكون البنك الدولي، يعني هي هتفرق معانا. المهم الفلوس. ايوه يا ابني، مليان فلوس. امال ايه؟ انت متاكد يابا ان احنا هنعرف نلموا ال 13 مليون اللي هندفعوهم دول تمويل ولا هيجوا علينا؟ يا ابني عيب عليك، ما تقلقش، انا حاسب الحسبه كلها، والحسبه كلها محسوبه بالسنتوق. وعلى الحسبه اللي انت حسبتها دي بقى يابا، البنك هيطلع فيه كام؟ واللي هيطلع ده اللي احنا هناخدوه يعني وهنسرقه يعني بمعنى اصح، هيتقسم علينا قد ايه يعني؟ انت كام وانا كام؟ بالنص. بالنص؟ طب حلو قوي كده، انا اروح بقى ادور لك على اي حد ممكن استلف منه ال 13 مليون جنيه دول. ماشي روح. طب يلا هاتهم متاخر. حاضر يابا من عينيا، ساعه زمن واحده بس وهتلاقيني جايلك بالشنطه اللي فيها 13 مليون جنيه. ده بيهزر، ده انا لو معايا 13 مليون جنيه اروح اسرق بنك ليه؟